إذن نتحدث بشكل أعمق في هذا الملف مع ضيفنا من دبي عبر خدمة زوم السيد أيمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيات التقنية. أهلا وسهلا بك. إذن سيد أيمن، يعني بحكم أنك متخصص في هذا الأمر، كيف يمكن أن تصف هذه المواقف الحكومية من الحكومة الأمريكية المتشددة حيال هذه الشركات؟ هلا هني كجو بأمريكا عندهم تركيز دائما على يكون في جو تنافسي للمؤسسات، لأنه دائما عم يفكروا بالمردود كدولة على عشرات السنوات لقدام. يعني قبل التقنيات كم نحكي فيها هلا، نحن كان في الهاتف الثابت، كان في مؤسسة كبيرة عملوا قوانين معينة وغيروا لهذه المؤسسة الكبيرة. قبلها في صناعات تقيلة اللي كانت، يلي كمان صار في قوانين معينة لتكون في أجواء تنافسية تانية وتغير كل شيء. هلا نحن كتكنولوجيا كل شيء شغال على الهاتف المحمول والإنترنت، يعني هني أمازون وجوجل وفيسبوك وأبل، هني كل شغلنا هلا أكتريته عم يكون مؤسسات صغيرة وكبيرة وكل الأفراد شغالين عليهم، وفي مردود هائل فوق مليارات من كل هالمؤسسة يلي بيطلب من هيدي يعني كدولة إنه تتأكد إنه في أجواء تنافسية يلي بتسمح لغير مؤسسات إنه يكون في لها دور، مش هيكون في أربع شركات اللي هي مهيمنة على الاقتصاد الرقمي الكامل. نعم، إذن يعني نستطيع أن نقول أن يعني أهم أهداف هذا القانون هو فك الاحتكار فعليا، أم أن هناك أهداف أخرى للحكومة الأمريكية؟ هلا كل شيء فيه مردود مصاري كبير، في عيون كتير كبيرة عليه، فأي كل واحدة من المؤسسات مردودها كتير كبير لقدام، والدولة بهمها يكون في يعني يكون قسم من هذا المردود بيرجع بالضرائب للدولة، وكمان بهمهم إنه يكون في هيد الأجواء يعني الاقتصادية يلي تسمح للكل، وكمان أكيد في شوية ضغوطات يلي هي شق اقتصادي شق سياسي شق عملي، وهلأ كان مع مشاكل كورونا يعني في كتير مشاكل على الأرض عم بتكون لحتى يرجع يعني يرجع يكون في أجواء شغل غير عن كانت قبل، فهذا كله بيلعب دور هلا. نعم، طيب بالحديث عن هذا القانون نرى أنه مقدم إلى الكونغرس من يعني جناحيها الجمهوري والديمقراطي، لكن إلى أي مدى يعني ممكن أن يمرر مثل هذا القانون، يعني كيف سيكون تأثيره على هذه الشركات بشكل مباشر؟ هلا أخ عبد الله، يعني هالقوانين عادة تاخذ على القليل سنتين، يعني ليكون مشروع القانون صار حاضر، وبس يكون مشروع القانون حاضر بدأ بعد سنة أو سنتين ليطبقوه. وبتعرف انت خبر لنا انه بالتكنولوجيا سنتين وثلاثة يعني هو عمر كتير كبير، فيعني اللي بيطلع القانون فيه بيقطع ثلاث سنين تغيرت كل الاحوال يلي موجوده فيه، فهيدي كمان ما حتاثر بشكل مباشر هلا اليوم على هيدي المؤسسات، بس رح تاثر عليهم بعد ثلاث اربع سنين، وهن عندهم شطاره انه يكون عندهم خدمات جديده يلي هالقوانين يلي تسن اليوم ما بتاثر على الثلاث سنوات لما تصير هي على الارض. نهتم بشكل اكبر سيد ايمن يعني المستفيد النهائي، يعني نحن المستخدمون لهذه التقنيات، كيف سينعكس علينا يعني هذا الامر؟ هل سينعكس بشكل ايجابي عندما تكون هذه الخدمات متاحة لشركات أكبر، أم أن يعني الشركات الكبرى لديها خبرة وسيكون الانعكاس أيضا له جانب سلبي؟ سؤالك محله أخ عبد الله، يعني نحن كمستخدمين أكيد في عنا استفادة هون، لأنه بصير عنا خيارات أكثر مع أي مؤسسات إنه نشتغل معها وندفع فلوس لحتى يعني نشتري منتجات أو خدمات من عندهم هني، وكمان يعني بهالقوانين هني عندهم طرح معين، إذا أنا عندي معلومات بمؤسسة معينة فيي أخذ المعلومات معي على غير مؤسسة، اليوم هيدي مش موجودة، فإذا طبقت هيدي كمان بتساعدني أنا كمستخدم ما أكون مربوط بمؤسسة وخدمات مؤسسة معينة، بقدر أتحرك من محل التاني. بس أكيد يعني الأشخاص على شكل يومي هني هلا يعني ما حيتعاطوا كثير وما فرقني معهم، بس هني حيستفيدوا يعني، بس هالقوانين تكون محطوطة حيكون فيهم استفادة من دون ما يحسوا. نعم، بالنظر إلى الجانب الأمن السبراني سيد أيمن، يعني إلى أي مدى يعني تفكيك مثل هذه المؤسسات وفرض قوانين جديدة سوف يتيح للحكومات يعني فرض قوانين أمنية أكثر، وبالتالي حماية المستخدمين وحماية المؤسسات الحكومية من الهجمات الإلكترونية؟
هلا كأمن سبراني منه مغطى بشكل كثير مباشر بهيدي القوانين، بس لأنه سبراني عم يكون دائما موجود بالإعلام، لأنه المشاكل اللي عم تصير كانت بآخر فترة سلطت الضوء إنه لازم يكون في توجه شامل من المؤسسات بنفسها ومن الحكومات إنه يكون في وعي أكثر وقوانين وشروط معينة أكثر لهيدي الخدمات والتقنية الموجودة اللي كلنا عم نستعملها نحن على صعيد يومي، إنها تكون محمية من هدف من إنها تكون هدف لأمس براني. نعم، في حال يعني لو تم إقرار مثل هذه القوانين سيد أيمن، يعني هل هناك إمكانية لوجود شركات كبرى عالميا تدير مثل هذه الأعمال وبأفكار جديدة، أم أن التقنية يعني لا تحتمل وجود هذا الحجم من الشركات؟ لا يعني الحمد لله، التكنولوجيا يعني عم بيكون أكترية عمرها بالعشر سنوات، يعني نحكي عن جهاز الآيفون بال2007 هو لما كان أول منتج فيه، وهو غير كل الهواتف المحمولة اللي نحن بنحملها اليوم بظرف أقل من 10 سنوات. فبتلاقي في حقبة كل 10 سنوات في ناس جديدة جاية، مؤسسات جديدة جاية وتقنيات جديدة جاية يلي عم بتغير التقنيات اللي نحن عم نستعملها كل يوم. فهيدي القوانين بتسمح ليكون في هيك أجواء، وكمان التكنولوجيا بطبيعتها عم تتغير بهيدي السرعة يلي عم تسبق، يعني عم تسبق القوانين، عم تسبق غير المؤسسات، وعم تسبق المستخدمين على شو الخدمات اللي عم يستعملوها. نعم، بالنظر تحدثنا عن يعني الأرباح الكبيرة على الجانب الاقتصادي سيد أيمن، أن هذه الشركات أصبحت لها يعني دخول ضخمة وأصبحت يعني تنافس أيضا الدول في ميزانياتها. في حال أقرت الولايات المتحدة مثل هذه القوانين التي سوف يعني تقيد هذه الشركات، يعني من السهل أن تنتقل هذه الشركات إلى دول أخرى وتقوم بمهامها. يعني هل النظرة بهذه البساطة أم أن هناك أمور أخرى يمكن يعني أن تخفى عن المتخصصين؟ هلا يعني هني يعني بالقانون اللي بيحكوا فيه اللي حضرتك عم تلفت النظر عليه، انه مثلا هلا مؤسسه فيسبوك هي قامت بشراء انستغرام وقامت بشراء واتساب، وهلا كاستعمال هائل نحن لنا كمستخدمين هني فيسبوك وانستغرام واتساب، هيدي العائله الكبيره تبع فيسبوك. فلو في هيك قانون كان موجود كانت صارت اصعب انه يكون في هيدي انه يكون فيسبوك تقدر تشتري هيدي المؤسسه. فشو حيتغير هون؟ هون ساعتها لما الفيسبوك بدها تستحوذ على مؤسسة جديدة عندها حسابات، بدها تفهم شو يعني وليش وشو التكلفة الزيادة وكيف بيقدروا يعني يضلوا يعني بالقانون ليقدروا يستحوذوا عليها. هيكون في خطوات تانية خبر الله انه يشترون هن المؤسسات هن واصغر من هلا. يعني إذن انتهى وقتي سيد أيمن، لك جزيل الشكر. سيد أيمن عيتاني كنت معي من دبي عبر زوم، خبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيات، شكرا جزيلا لك.